أنا عارف، بس إيه اللي جابك هنا؟ ما قلتلك تعالي معايا. كنت هتوديني فين؟ البحر بتاعنا. بس البحر بتاعكم ده بعيد قوي. ما احنا كنا هنوصل مسافة ما احكيلك حدوتة. حدوتة؟ حدوتة ايه؟ حدوتة العصفور والبلبل. اليوم خلص. يعد فيلم الصغيرة على الحب أحد أشهر الأفلام الاستعراضية في تاريخ السينما المصرية، حيث يضم الفيلم استعراض عم حزنبول الذي شاركت فيه السندريلا سعاد حسني مع شاب وسيم جدا. وما لا يعرفه الكثيرون إن هذا الشاب هو مصمم الرقصات حسن خليل. فيلم الصغيرة على الحب هو أحد الأفلام الاستعراضية الذي أنتج عام 1966، والشاب الوسيم في استعراض عم حزنبل هو مدرب الرقص حسن خليل الذي اهتم بمجال الرقص الشعبي والشرقي حتى حصل فيه على أعلى شهادات. قدم الدكتور حسن خليل عدد من الدورات التدريبية في مختلف دول العالم، على الأخص أمريكا والقاهرة، حيث يهتم الأجانب كثيرا بتعلم أصول الرقص الشرقي وأسلوب الاستعراض المصري. الدكتور حسن خليل احتفل منذ فترة قصيرة جدا بعيد ميلاده 82، ولا يزال في كامل لياقته البدنية ويشارك في تدريب المشاركات ويصمم عدد من الراقصات تماما كما كان شاب. قدم الفنان حسن خليل خلال مسيرته الفنية عدد من الاستعراضات والأفلام المصرية، أبرزها فيلم العتبة جزاز عام 1969، ومسلسل مبروك جالك ولد عام 1980، بجانب عدة أعمال أخرى منها فيلم الظريف والشهم والطماع. كما أن الدكتور حسن خليل شارك في تصميم رقصات أوبريت يتناول قضية الغزو العراقي للكويت عام 1992، وذلك بمشاركة الفنانة القديرة سعاد عبدالله التي كتبت كلمات الأوبريت. الدكتور خليل حسن قدم العديد والعديد من الورش التدريبية على الرأس في عدد من الدول، أبرزها ألمانيا وبلجيكا واليونان والنمسا وغيرها، إلا أنه دائما يعود لتقديم المزيد من الورش في القاهرة